السياحة، مبروك لقطاع الطيران، مبروك لكافة القطاعات اللي بتعمل في مجال السياحة والطيران. إن شاء الله هو يوم 9 تبتدي الرحلات تتدفق على وجهتي الغردقة وشرم الشيخ. احنا عاملين كافة الاستعدادات، وكان تم طبعا حضرتك عارفة كم من مش يعني بعض المرور على المطارات من جانب الروسي الشقيق، وأبدى زمان بعض ملاحظات بسيطة تم تداركها. الحمد لله مطاراتنا آمنة، مطاراتنا حاصلة على الاي سي اي بالنسبة للإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا. كانت في لجنة صحية جت الفترة اللي فاتت من جانب الروسي الشقيق ومرت على المطارات، والحمد لله المطارات يعني على أعلى كفاءة بإذن الله، وبإذن الله إخواتنا أو إخواننا الروسيين ينورونا بإذن الله في مصر.